مرحبا بكم متابعينا في قناة كيروف ريبورتنا العسكرية. حاملة الطائرات هي أضخم القطع البحرية على الإطلاق، حيث تعتبر قاعدة جوية عائمة على سطح البحر، بالإضافة إلى أن هناك سفن حربية عملاقة من نوع آخر كحاملات المروحيات والمدمرات والفرقاطات في صفوف الجيوش العربية. وفي هذا الفيديو متابعينا سنتعرف معا على أضخم سفن مشغلة عند الجيوش العربية لسنة 2023، ولكن قبل أن نفعل ذلك فضلا وليس أمرا متابعينا لا تبخلوا علينا بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات لتصلك فيديوهات مختلفة حول الثقافة العسكرية، وشكرا جزيلا لكم. ولنبدأ بسفينة جوينت كلاس ديزاين التابعة للبحرية الإماراتية، تبلغ إزاحتها القصوى 2500 طن، يبلغ طول السفينة 101 متر، أما العرض فيبلغ 15.2 متر، وتبلغ سرعتها القصوى 52 كيلومترا في الساعة. أما عن مدى المناورة فتصل إلى 6900 كيلومتر. الطاقم مكون من 65 فردا مع إمكانية رفع العدد إلى 80، وهي طاقة الاستيعابية القصوى. ثانيا، فرقاطة المدمر التابعة للبحرية الجزائرية تبلغ إزاحتها 3700 طن. هو تصميم من قبل حوض بناء السفن بلوم فوس ألمانيا كحصة من عائلة ميكو من السفن الحربية الفرقاطة ميكو أي 200 المتعددة المهام. هي جزء من سلسلة السفن الألمانية ميكو، وتتضمن هذه السفينة الثورية أحدث التقنيات البحرية مع الصناعات الألمانية والأوروبية. بالإضافة إلى ذلك تم تصميم ميكو مع الموردي وتكوين خاص تصنف ذلك في نطاق ما يسمى سفن الشبح، مع انخفاض حاد في توقيع الرادار والأشعة تحت الحمراء. ثالثا، فرقاطة فئة الرياض التابعة للبحرية السعودية تبلغ إزاحتها 4700 طن. فرقاطة الرياض هي نسخة موسعة مضادة للجو من الفرقاطة الفرنسية لافايت بقدرة إزاحة تبلغ حوالي 4700 طن وبطول ممتد إلى 133 متر، كما هو حال مع فئة لافايت. فإن السلاح الهجومي الأساسي هو صاروخ أكسوسيت المضاد للسفن. المدفع الرئيسي للسفينة هو مدفع أوتو بلرا 76 ملم فيقل السرعة ليصل محل المدفع الأوتوماتيكي 100 TR المستخدم على طراز لافايت. هناك أيضا 4 أنابيب توربيد مثبتة في الخلف من عيار 533 ملم تطلق توربيدة ثقيلة الوزن مضادة للغواصات. للرياض قدرة على الوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 46 كم في الساعة بأقصى مدى 13000 كم. ثالثا، الفرقاطة المغربية محمد السادس تبلغ إزاحتها 6000 طن. تعد الفرقاطة محمد السادس أهم وأقوى قطع السفن السطح القتالية العامة بالبحرية المغربية حاليا، وهي تنتمي لفئة الفرقاطات فريم أكيتان الفرنسية. تعتبر المغرب أول دولة أجنبية تحصل على الفرقاطة فريم أكيتان بعد بلد مصنع فرنسا. استغرقت عملية بناء الفرقاطة 5 سنوات، حيث بدأت عملية إنشائها وقطع أول صحيفة معدنية منها في 12 ديسمبر 2008، وتم إنزالها للمياه لإجراء الاختبارات واستكمال تجهيزها في 14 سبتمبر عام 2011، وتسلمت البحرية المغربية رسميا في 30 يناير من عام 2014 حاملة الرقم التسلسلي 701 والاسم محمد السادس بالنسبة إلى ملك المغرب الحالي محمد السادس بن الحسن، والذي تم تنصيبه في عام 1999 خلفا لوالده الملك الحسن الثاني. رابعا، بيرجاميني كلاس المصرية وتبلغ إزاحتها 6700 طن. الفرقاطة الفرنسية الإيطالية متعددة المهام فريم، وهو مشروع مشترك بين فرنسا وإيطاليا، وهي من الجيل الجديد من الفرقاطات. أهم ما يميز هذه الفرقاطة أنها تتمتع باستقلالية كبيرة في قطع المسافات، تجعلها من الفرقاطات التي تصل إلى ما يسمى عسكريا المياه الزرقاء. وفي الوقت نفسه قدرتها الفائقة على حمل صواريخ ذات فعالية عالية جدا، مثل صواريخ أستر للدفاع الجوي وصواريخ إكسوسيت الفرنسية ذات المدى الكبير.
وهي صواريخ شهيرة استعملت في تدمير سفينة حربية بريطانية من طرف الأرجنتين في حرب مالوين إلى جانب طربيدة لحرب الغواصات. التالي في القائمة قلعة بني عباس التابعة للبحرية الجزائرية، تبلغ إزاحتها 9,000 طن، يبلغ طولها 143 مترا والعرض 21.5 متر، وتصل إزاحتها إلى 9,000 طن بكامل حمولتها، وتصل سرعتها إلى 20 عقدة، وذلك بفضل 2 من محركات الديزل بمدى يبلغ 6,000 ميل بحري بسرعة اقتصادية. سطح السفينة يحتوي على مقصورة القيادة وبقاعدتين مهيئة لاستقبال وهبوط مروحيات من الأمام ومن الخلف. قلعة بني عباس هي سفينة إنزال ودعم لوجستي تابعة للقوات البحرية الجزائرية، وهي أكبر سفينة حربية بحرية في تاريخ الجزائر، وتعد من أحدث السفن العسكرية المجهزة بأحدث التكنولوجيا العسكرية والبحرية، وقادرة على العمل والتدخل على نطاق واسع في مهام عسكرية ولوجستية وإنسانية. التالي في القائمة حاملة المروحية المصرية جمال عبد الناصر، وتبلغ إزاحتها 16,500 طن فارغة و 21,300 طن محملة بالكامل. جمال عبد الناصر هي سفينة هجومية برمائية وحاملة المروحيات تابعة للبحرية المصرية من فئة ميسترال الفرنسية. تستطيع حاملة الطائرات الهجومية ميسترال حمل 700 جندي و 16 طائرة هليكوبترز و 50 عربة مدرعة. تتميز هذه الحاملة التي يبلغ طولها 199 مترا وعرضها 35 مترا بقدرات هجومية برمائية، وكذلك بقدرتها على حمل طائرة الهليكوبترز. تسلح حاملة طائرة ميسترال التي تبلغ سرعة القصوى 35 كم في الساعة بمنظومة صواريخ للدفاع الجوي ورشاش عيار 12.7 ملم، كما أنها مزودة ب3 رادارات، واحد ملاحي والثاني جو أرض والثالث للهبوط على سطح السفينة. تحاول مصر توفير مروحية K-52 الروسية بهدف وضعها على متن حاملة المروحيات جمال عبد الناصر وحاملة طائرات أنور السادات فيما بعد. بإمكان هذا النوع من السفن أن ينزل قواته في مسرح عمليات وأن ينقل مستشفيات ميدانية للقيام بمهمة إنسانية كبيرة. متابعينا، لقد وصلنا إلى نهاية الفيديو. إن أعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات لتصلك فيديوهات مختلفة حول الثقافة العسكرية، وشكرا جزيلا لكم.